أستاذ يا سيد. ايه؟ طفشنا يا جدو طفش. ايه اللي حصل؟ واحد نادى عليا وقال لي يا سيد. جرايا يا بهوات، وانتوا ايه فاكريننا هبل هتتدوخوا مننا في المكان؟ اقسم بالله احنا مالينا ذنب، بدل هو السبب في كل حاجه، احنا كنا بنصلي. ربنا يتقبل يا سيدي، بس الثمن هيدفع يعني هيدفع. ايوه عندك حق، احنا بندفع الثمن وهنفضل ندفع الثمن، بس والله ما هسكت لما تجيب براءتنا. براءتي ايه؟ انا شايفه بعينه وهو بيكسر البرطمان. برطمان ايه؟ ما ده اللي برطمان اللي وقع مني اتكسر، فجريت عليك قلت لك يلا نخلع عشان ما حدش يشوفنا. أنا آسف. لا أنا معايا طفل. إيه؟ أنا معايا طفل، يعني ده لو ربنا افتكره ده هيسحب أهله للجنة. إحنا هندفع تمن اللي هو كسره عند الكاشير. اتفضلوا. امشي. قال أنا لساني لسه مش عارف أقول إيه، عاجز. بص لي. امشي. 32. بقول لك ممكن بس اجرب حاجه بالسكانر ده؟ ايدك بس يا استاذ بعد اذنك. هجربه في حاجه. تجرب ايه؟ مش فاهم. بقول لك ايه، بتتفرج على كريس المصري؟ مين؟ على الماجيك وخفه اليد والحاجات دي. اسمع عنه. بتحب الالعاب دي؟ هو حضرتك فاضي ولا ايه؟ لا بقى، يعني احنا شباب جديد. احنا شباب جديد. ايوه انا اعمل ايه؟ بنعمل فاهم. برنامج، اسمعني، بنعمل برنامج عن الخفه والعاب السحر وكده. المطلوب مني ايه؟ بص يعني واحده واحده، ممكن حضرتك تسكان دراعي؟ اعمل ايه؟ حط السكان ده على دراعي كده، جرب ماشيه. بص في دراعي في حاجه يا استاذ؟ بعد اذنك. والله ما فيها سحر ولا حاجه. بص اللهم طولك يا رب. بص شفت جبت دي منين؟ نوره ودنك يا استاذ. ورايا الشغل، انت جاي تلعب ولا جاي تهزر؟ طب انا اهو جرب تحط السكان كده على دراعي، شوف انت اهو. اهو بتصوره مقلب ولا في ايه بس؟ ايه ده؟ لا مقلب ولا حاجه، احنا شباب بنعمل برنامج جديد. ايوه انا ذنب امي ايه؟ انا راجل شغال. جرب بس صور يا سيد، صور يا سيد. جرب كده، جرب تسكان الدراع. حاضر. بص انا اهو مغمض اهو، الدراع. طب قبل ما تسكان في حاجه هنا؟ ما فيهوش حاجه. جرب احط السكانر.